نظمت الجمعية الوطنية السياحية كنوز الجزائر بربيسي الشيخ جنوب ولاية البيض الملتقى الثاني لمدراء الوكالات السياحية لتعريف المناطق والمعالم الأثرية بالجنوب الغربي الكبير انطلاقا من محطات ولاية البيض مرورا إلى النعامة. وفي هذا السياق حضرت تظاهر أكثر من 18 وكالة سياحية واستقبلت الجمعية المنظمة 165 سائحا بهدف الترويج للسياحة. ملتقى مدراء الوكالات السياحية في طبعته الثانية للتعريف بالمناطق الأثرية والسياحية للجنوب الغربي الكبير انطلاقا من ولاية النعامة إلى ولاية البيض. أكيد هي لابيسي الشيخ هي نقطة الانطلاق ونقطة انطلاق التقاء الوفود ونقطة إقامة الوفود. كنا سبق وأن صرحنا لوسائل الإعلام المختلفة أن الملتقى في طبعته الثانية خاص بمدراء الوكالات السياحية عبر كامل ربوع الوطن. الهدف من هذا الملتقى هو الترويج الحقيقي والفعلي والإيجابي للمناطق والمواقع السياحية والأثرية التي لم تكتشف بعد سواء على مستوى ولاية النعمة أو على مستوى ولاية البيض. كنا استقبلنا يعني حتى قبل انطلاق الملتقى العديد من الوكالات السياحية. على سبيل المثال في الأسبوع الفارض كنا استقبلنا أكثر من 165 سائح ما بين مختلف النوادي والجمعيات والوكالات السياحية. كانوا فيه وكالات سياحية من الجزائر العاصمة، كانوا فيه نوادي رياضية شبانية. أنه العائق لربما اللي نتلقوه أو من بين العراقيل الموجودة هي قلة الهيئة البلاد. حاجة الأولى ديكوفري دي نوفو سيت توريستيك من الاجتهاد تاع خاوتنا أجونس كونوز الجزائر، ومام طون نسيو نديرو نشجعو السياحة الداخلية ونشجعو ثاني باش يجيو يديكوفريو هاد لي بلاص باسكو بلادنا فري شابة. صوالح بزاف اللي نورمالمون تكون عندنا لاميناجمون تاعهم، يكون عندنا لافيرتيسمون تاعهم باش حتى السياح الجزائريين كاين ناس ما يعرفوش اصلا واش هو الصحراء واش هي بليزينا ولا النعامة ولا ما يعرفوش. طيب نعم هكذا صوالح باش ناتيغيو السياح الداخلية في المغرب. الشيخ اللي دار لي دعوة باش نحضر بهاد ليفيرمون تاع لي فواياج، نتمنى ان شاء الله الضيوف اللي جاوا يقضوا وقت ممتع ويكتشفوا الخيرات والموارد السياحية اللي راها تسخر بها سواء ولاية النعامة أو ولاية البيض، وإن شاء الله نعطوه دعم ونشجعوه على خاطر هالطاقة الشابة هما اللي غادي يعطونا المستقبل تاع السياحة في الجزائر، وإن شاء الله أنتم كذلك مرحبا. بالنسبة لوكالة زهرة قيمة المجهود اللي راهم دايرينه الشبيبة هذو وعجبونا بالبزاف باسكو راهم في واحد ايدي شابه راهم يروجوا للسياحه تاعنا الداخليه، وحبينا نكونوا حاضرين معاهم ودي بارتنير معاهم ونشاركوهم ونعاونوهم باللي نقدروا عليه باش نوضوا بالبرودوي تاع البلاد تاعنا. وهذا واش يلزم دونك لازم تكاتف ما بين السلطات ما بين حتى الشعب، حتى الشعب نتحقوا يبدل لا مونتاليتي شويه. احنا اصلا شعب مضياف تاع البيض معروف بها، مش حاجه اللي